أو 90% وتسعة من عشرة التشكيلة الترجي مش هتبقى عندها. معز بن شرفية الحارس، رامي الجريدي اللي هو كان لعب المباراة أول أغسطس ذهابا وإيابا، أعتقد بفكر وعقلية وشخصية يعني معين الشعباني مش هيبدأ برامي، لأن رامي عليه حملة زي ما قلت لحضراتكم امبارح. ودايما المدرب الصغير في السن واللي ملوش خبرات كتيرة وما عندوش سي في كبير جدا يسنده ويكون في ظهره، لما بتيجي مباريات زي كده حاجة من اتنين، يا يلاعب لاعب ناشئ بشكل أساسي لما يكون عنده ثقة عند الجماهير ومحبوب من عند الجماهير وهو واثق فيه قوي 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 ومهاراته وإمكاناته عالية فبيدفع فيه في المباريات اللي زي كده. لو العنصر المدير الفني أو المدرب هو اللي بيقود اللقاء وما عندوش العنصر الشاب ده عنده الصفات اللي أنا قلتها، عادة بفكره وطريقته وشخصيته وبداياته في التدريب بيدفع بالأمور اللي عندها خبرة في المباريات النهائية. هيقول لك خلاص يعني ايه، انا دفعت بالناس اللي عندها خبره والناس اللي عندها رصيد في البطولات، فبالتالي حتى لو في حاجه من الضغط الجماهيري او الاعلامي مش هيبقى عليا انا، هيبقى على اللعيبه اللي عندها الخبره. فاعتقد ان هو بالفكر ده بشخصيته وصغر سنه وبداياته التدريبيه كقياده، هو زي ما قلت امبارح ان هو عنده خبرات كويسه من خلال عمله مع فوزي البنزرتي ومن خلال عمله مع خالد بن يحيى، لكن دي اول قياده فنيه لنهائي كبير قدام الاهلي في برج العرب. فبالتالي اعتقد انه هيبدا بالاخ ده معز بن شرفيه اللي اكدت عليه امبارح. وشمس الدين الزوادي ما اتكلمناش عليه امبارح كتير، هو عنده 30 سنه، لعيب كويس بيمسكها بشكل كويس قوي، لكن عنده بطء هو كمان، مش سريع قوي يعني، مش الراجل السريع قوي. وعاده ده شمس الدين الزوادي وخليل شمام بيعتمدوا على التاكلينج عشان يعوضوا فارق السرعه اللي هو قليل اصلا عندهم، فبالتالي لو في عنصر سرعه عندنا ان شاء الرحمن ومتواجد ومساحات كويسه فهتلاقيهم بيعملوا تاكلينج كتير عشان يعوض فارق السرعه ما بينه وما بين المهاجم. ده وده، واتكلمنا ان فرانك كوم اللي هو اللاعب الكاميروني ده اميز واحد وهيبقى هيلعب دايما على وليد سليمان في الحته ديت، وهيبقى في ثنائي، والاخ ده عنده انذار، وشعلالي عنده انذار، وشمس الدين الزوادي عنده انذار، فبالتالي الثلاثي ده اللي ماشي كده ده عامل كده، دول ثلاثه عندهم عندهم انذارات، فممكن يبقى معرضين ان هم يغيبوا في اللقاء الثاني باذن الله. سامح الدربالي حجز مقعده على الناحيه اليمين وشرحناها امبارح وبيلعب ازاي وطريقته وكل حاجه. وايمن بن محمد انا وجهه نظري الجبهه الاخطر هو ويوسف البليلي وطه ياسين الخنيسي، اعتقد برضو ان هو اللي هيبدا بنسبه 90%، وكلوبالي وانيس البدري. هاكد على حاجه لازم تتسمع بشكل كويس جدا، اخطر حاجه على الاهلي، اخطر حاجه على الاهلي، عشان كده عرضتها لكم بشكل مختلف عن امبارح، ده وده، ايمن بن محمد ويوسف البليلي، ايمن بن محمد ويوسف البليلي. الاستاذ ده اللي هو ايمن بن محمد لعيب عنده قدرات هجوميه رائعه جدا، وبيشبهوه بعلي معلول الثاني، وكان لعيب في الدوري الايرلندي وبياخد من العمق الهجومي كويس جدا. فبالتالي لو احمد فتحي لوحده هتبقى مشكله للنادي الاهلي على الجناح اللي بيلعب قدام احمد فتحي، سواء كان هيبدا احمد حمودي او ميدو جابر او اسلام محارب، ان هو لازم يرجع مع احمد فتحي. بقى كل الخطوره اللي بيعملها ايمن بن محمد مع يوسف البليلي اللي هو راجل بتبقى عدلته ناحيه الشمال وبيخش دايما في العمق، ممكن يتعامل مع احمد فتحي كويس ان شاء الله الرحمن، اللي هيلعب على ايمن بن محمد احمد حمودي او اسلام محارب او ميدو جابر يبقى ينزل معاه بس، لكن ممكن احنا نستغلها ميزه بقى، لان ده رجليه بتاخده اللي هو ايمن بن محمد بتاخده كتير، فبيتم تخطيطه من انيس شعلالي او فرانك كوم، لكن ممكن يتاخروا شويه، فممكن بقى يعني مهاره احمد حمودي ومهاره ميدو جابر وانطلاقاتهم والفرق ما بين لحظه استخلاص الكوره وبدايه الهجمه لازم يكون سريع جدا، لازم يكون سريع جدا. انا من وجهه نظري الشخصيه يعني ان في وقت معين ممكن تبقى بتستحوذ فيه بشكل كويس وشكل مستمر وهايل جدا، لكن في بعض المباريات قناعتي الشخصيه انا كسيد عبد الحفيظ ان ممكن مع فرق تمام يبقى الاستحواذ في بعض الاوقات ما بيبقاش مطلوب قوي. ليه؟ انطلاقات الجماعه دول اللي هو ايمن بن محمد ويوسف البليلي وعلى الجانب الاخر سامح الدربالي وانيس البدري، لو انت في اللحظه دي استخلصت الكوره هتبقى في مساحات جامده جدا، يعني باص في الثاني لازم الثالثه تكون هنا في نص الملعب او ثلث الملعب بتاعهم، انت هتقعد تستحوذ هتديهم فرصه ان هم يبداوا يرجعوا وهم بيتكتلوا بشكل كويس زي ما هنشرح بعد شويه، وقفتهم الدفاعيه هتبقى عامله ازاي. مش معنى كده ان انت ما تستحوذ، لا استحوذ، لكن في بعض الاوقات وانت بتستخلص الكوره لازم الرد يبقى سريع بشكل كبير من خلال نقله في الثانيه عشان تنقل الملعب الناحيه الثانيه وعندنا السرعات موجوده. اهم اثنين من وجهه نظري طبعا قلنا طه ياسين الخنيسي امبارح وقلنا على انيس البدري امبارح،